لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من الضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق. أهلا بكم سيدي. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وفصائل المقاومة، كيف تقيم هذه الهدنة وظروف الإعلان عنها؟ نعم، هذا الحدث يضعنا في إطار معادلة الحرية والكرامة التي تخوضها المقاومة الفلسطينية. فبعد أن حلت جزئيا مشكلة الرواتب لدى أهالي قطاع غزة، كانت إسرائيل حاولت العبث أمنيا بحجة أنها ستكون قد أنجزت على صعيد الأسرى الجنود الإسرائيليين لدى المقاومة أو على صعيد اعتقال قيادات كبيرة في المقاومة، فكانت الصفعة كبيرة وكانت رد المقاومة في إطار كبير وخطير انعكس على كل أنحاء فلسطين ليس فقط قطاع غزة. هذا اليوم عندما يخرج الآلاف في الضفة الغربية ينتصرون للمقاومة، هذه صفعة للترويض الإسرائيلي وللتطبيع الإسرائيلي مع الدول العربية. عندما تكون ضربات المقاومة دقيقة وقوية، هذا يعني أن الاحتلال وصلته رسالة الردع مقابل الردع، ونحن نعلم بأن الدم مقابل الدم خرجت هذه المعادلة قبل عدة أشهر، والآن تطورت إلى أن الردع يقابله ردع. هذا يضيف للمقاومة قوة وصلابة في المراحل المتقدمة المقبلة، وأيضا يضيف للاحتلال هزيمة جديدة لا يمكن أن يخرج منها معنويا وأيضا ماديا على وقع الدمار الذي خلفه القصف للمقاومة ضد الأهداف الإسرائيلية. إلى أي مدى تظن أن نتنياهو وحكومته ستواجه أزمة بعد هذه الهدنة، لا سيما بعد أنباء عن احتجاج المستوطنين وخروجهم في مظاهرات بمستوطنة سيداروت؟ نعم، أشكرك جدا على هذا السؤال، لأن الآن كل الأنظار تتجه نحو معالم وجه نتنياهو الذي الآن هو في غاية العبث، في غاية التكدر، لأنه يدرك جيدا بأن المعادلة مع قطاع غزة باتت صعبة جدا، خاصة أنها جاءت بعد سلسلة حفلات بروتوكولية من التطبيع مع بعض البلدان العربية، وكأن الشعوب العربية والإسلامية طبعت مع الاحتلال، يحاول إيهام المواطن الفلسطيني أن كل الشعوب العربية والإسلامية مطبعة مع الاحتلال، فكانت الصفعة له بأن الشعوب العربية والإسلامية هي مع المقاومة، مع الشعب الفلسطيني، مع حقوقه. ولذلك عندما جاءت هذه الضربة الفاشلة الأمنية لهم، باتوا يدركون جيدا أن كل مشروع التطبيع السابق الذي يحاول من خلاله ترويض المواطن العربي والإسلامي وكذلك تثبيط معنويات الشباب الفلسطيني بأن العالم العربي تركه وحيدا، كل هذا باء بالفشل. إذا نحن نتحدث عن شيء قريب المدى وهو الهزيمة الميدانية، وأيضا شيء بعيد المدى وهو صفع مشروع التطبيع الذي حاول الترويج له نتنياهو بكل السبل وبكل الأبواق العبرية والعربية للأسف، حتى أن الآن حالة النشوة في الشارع العربي، حالة القوة، حالة الكبرياء عادت إلى طبيعتها، وعادت أخي وعاد معادلة فرق تسد فشلت فشلا ذريعا. هذا يعني أن نتنياهو الآن في مأزق كبير، خاصة أن هناك تجاذبات في أوساط الحكومة الإسرائيلية، وهناك حالة من تحميل المسؤولية لبعضهم البعض، هناك حالة من التخبط، هناك حالة من حتى أن بعض الأوساط والتواصل الاجتماعي الإسرائيلي وضعوا صورة الأرنب على وجه وزير الحرب الإسرائيلي فيكتور ليبرمان. أيضا هناك معاناة لدى هؤلاء الوزراء أمام الشارع الإسرائيلي. ما الذي حدث؟ نحن نقصف ونقتل، نحن حرمنا أن يكون لدينا جنود يعادون إلينا أو حتى عملية أمنية ناجحة لو قليلة في غزة، كل هذا حرم منه الإسرائيلي، وبالتالي الآن الصفعة كبيرة ونتنياهو يتلقاها من غزة مرة أخرى بعد الصفعات السابقة التي تلقاها من نفس المنطقة، نفس البقعة، نفس المقاومة. نعم، بالعودة إلى هذه الهدنة، هل تتوقع التزام الاحتلال الصهيوني بهذه الهدنة في على الأقل في الأيام القليلة المقبلة؟ حسابات نتنياهو كانت فاشلة عندما توقع بأن الدولارات التي تدخل إلى قطاع غزة
ستخرج الكرامة منها. فإذا بحقائب الدولارات التي دخلت لقطاع غزة ضمن الهدنة تخرج مقابلها تابوت توابيت الضباط القتلى والفشل الأمني، وتخرج الصواريخ لتدك معاقل الاحتلال الإسرائيلي. لذلك الهدنة التي اخترقها الاحتلال من خلال العملية الأمنية الفاشلة واتبعها بالقصف من المتوقع أن يخترقها في أي لحظة، لأنه لا يمكن له أن يصبر على هذه الهزيمة وطبيعة الاحتلال، طبيعة انتقام، طبيعة إجرام. لذلك أعتقد أنه سيواصل العملية الأمنية بعيدا عن القصف، بعيدا عن العسكريه، وسيبقي على الاجراءات الامنيه وفي محاولات اخرى في زوايا اخرى في قطاع غزه حتى يتسنى له اعاده جزء من الهيبه التي مسحت امام المواطن الاسرائيلي قبل الشعب الفلسطيني والشعب العربي والاسلامي. إذا أردنا أن نتحدث عن طبيعة هذه الهدنة وأبعادها، هل هي أبعاد سياسية بحتة أم أن الجناح المسلح للمقاومة كان له الدور الأكبر في إطلاق والاتفاق على هذه الهدنة؟ معادلة ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، هذه هي مبادئ المقاومة الفلسطينية. هذه على كل الأحوال هي مبادئ كل مواطن فلسطيني. الذي حاول أن يخرب هذه المبادئ هي اتفاقية أوسلو اللعينة سيئة الذكر، التي حاولت أن تجعل من الفلسطيني شرطي على الفلسطيني نفسه، وحاولت أن تجعل من الفلسطيني جاسوس على الفلسطيني نفسه، وحاولت أن تجعل من الفلسطيني منسقا أمنيا كي يتم ردع كل الشعب الفلسطيني وبيعه في سوق التنازلات. لذلك الشعب الفلسطيني لديه كرامة ولديه إرادة. من هنا ننطلق من معادلة غزة. غزة والمقاومة حينما رسخت نظرية الردع أمام الردع، هذا يعني أن أي اتفاق تهدئة لن يكون له مساومات سياسية. ودلالة ذلك أن رواتب الموظفين عندما دخلت بالحقائب القطرية، كانت هناك بعد ساعات عملية أمنية إسرائيلية ظنا من الإسرائيليين أن الشعب سيروض من خلال الدولارات، وما درى بأن الصفعة ستكون قوية، فإذا بالصواريخ تعود لتدك من جديد والمقاومة تضرب من جديد. لذلك لا يوجد ما يسمى برأس مال الهدنة أن يكون سياسيا، هي فقط تفاهمات ميدانية أمنية لا يمكن فيها إغفال الكفاح المسلح، لا يمكن فيها تسليم سلاح المقاومة، لا يمكن فيها التمكين للاحتلال من قطاع غزة، لا يمكن فيها منع الصواريخ. إذا لا يوجد هنا في أي من هذه البنود أي نقطة سياسية. الحديث السياسي الذي يحاول الاحتلال ترويجه أن غزة يمكن أن تنفصل ويمكن أن يكون لها معادلة أخرى ضمن صفقة القرن. الرد على هذا كان من شوارع الضفة اليوم، آلاف خرجوا لنصرة غزة. الرد يجب أن يكون من السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني، وأيضا من السلطة الفلسطينية برفع العقوبات عن قطاع غزة، وأيضا من السلطة الفلسطينية برفض كل مجريات الاحتلال ضد قطاع غزة وأن تنقل الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية. هنا نقول ونستطيع القول بعد هذه الإجراءات التي ستقوم ويجب أن تقوم بها السلطة الفلسطينية، سنقول أن كل الفلسطينيين يرفضون صفقة القرن. أما إذا بقيت غزة وحيدة في الميدان والشعب الفلسطيني مقهور في الضفة الغربية والقدس مهداة للإسرائيليين من خلال ترامب، فهذا يعني أن هناك متآمر ينفذ صفقة القرن على حساب غزة وعلى حساب الشعب الفلسطيني، وهذا مرفوض. شكرا جزيلا لك محمد القيق، الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا عبر سكايب من الضفة الغربية.